السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شريف كنشوفوا بأن اليوم المخازنية الجدرمية القائد رئيس الدائرة كاينة حملة على الكمامة، خاصة بعد ما مات لكم واحد مسكين هنايا مات بسبب ديال الكورونا. شنو الرسالة يبغي تقول للناس؟ الرسالة اللي بغيت نوصل للناس وهما الله يهديهم، يتسمطوا للسلطة ويتسمطوا للأوامر، هادشي راه ما فيه ما يكذب الواحد، والسلطة راه زعما مشددة واقفة مزيان، تنشكروهم. والله يجعل ربي يعفو علينا. السلام عليكم. شريف شنا بأن اليوم دايره السلطات المحليه واحد الحمله تطهيريه تمشيطيه على هاد الكمامه والتباعد، اشنو النصيحه اللي بغيت تقول للساكنه داك الموس؟ الساكنه داك الموس الصراحه كنقولوا لهم الله يهديكم، راه المرض كاين ماشي ما كاينش، والمرض كثير، كنقولوا لهم خصكم ديروا الكمامه ديالكم وديروا التباعد على بيناتكم واحد متر ولا جوج متر. مهم الله يهدي هاد الناس اللي تيقولوا ما كاينش المرض، ولا تيقولوا يعني الكمامه ما خداماش، الله يهديهم. حنا كنقولوا للناس اودي ديروا الكمامه، الله يجزيكم بخير، ما بغيناش يتأذى حتى واحد، وهذا هو اللي كنقول للناس. انا شكرا بزاف، وشكرا نتوما المجهودات ديالكم اللي كديروا مع الناس باش يعني على الاقل تديروا تحسيس، والسلطة راه دارت تحسيس وقامت بدور مهم، والصراحة الله يجزاهم بخير وهضروا مع الناس بالصواب، وهذا الله يهديهم. هي الحملات التنشيطية ماشي عاد دابا بدات، شحال هذا وهي بدات، غير من وقت لوقت خصنا ديما نفكروا الناس، وحنا تنمتثلوا، وهذا الشيء راه من أجل المصلحة العامة، من أجل الانتيري ديال البلاد، وباش نحاولوا نيفيتيو ما نطيحوش في المرض، هو هذا الشيء اللي كاين، وراه هذا الشيء ضروري، هذا الشيء خصو يكون ضروري، وخصو يكون يوميا. الناس شي مرات تنسى، وشي مرات الناس ما تينتبهوش للمصلحه ديالهم. الاحساس ديالكم انت كتشوف بان اول روح غادي تموت والسبب ديالها كورونا هنا في نواحي اقلبوز؟ الاحساس غادي يكون خايف صراحه الله، وغادي يزرع واحد النوع ديال الرعب بين الساكنه، وسيرتو الناس هنا راك عارف القريه، الناس دغيا يتخلعوا. الرسالة بغيت تقول الأمهات مسكرات تخلعوا، تنشوفوا حتى الحالة النفسية ديال الأمهات راه منهارة. هذاك الشيء اللي كاين، حنا تنتمناو يكون خير، والناس يصبروا، وهذا الشيء اللي كاين، ويلتزموا بالوسائل الوقائية اللي هي مهمة بزاف، التباعد، وما يكونش الهلع، هذا هو المشكل، ما يكونش الهلع باش الناس تاخذ فكرة، تعرف شنو هو المرض، الناس تعيش حياتها عادي، غير يخلي بنادم لا ديستونس، شكون لا بروتيكسيون، وهذا الشيء اللي كاين، وديما التعقيم، وديما بنادم يلتزم بأي حاجة قالتها. بالنسبة للسكينة ديال قلموس، بالنسبة للكمامة، الكمامة حماية وكتحمينا وكتحمي ولادنا وكتحمي الجميع. بالنسبة للسلطة راه كدير أكثر من الجهة ديالها، وكنشكروا السلطة وكنشكروا الصحافة اللي ديما مراقبين هاد البلاد هادي، ودايرين أكثر من المجهود وأكثر من السكينة ديال البلاد، وكنشكرهم بزاف وتحية لهم. إيوا تنعاون ربي، وبدات نصبر، جو صبرك سواد، أي سواد إن شاء الله الرحمن الرحيم، جلست نزمود أنا عز وجل. يا مولي الله، ولا اللي غاصر الكنيس ربي نزمود، لا غاور ربي الاخرى،
النصيحه لا تسجي ربي العفو زيكس ربي لا تسجي العفو زيكس ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا شوف العفو انس من جميعا.